السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، احتضنت الجزائر أمس أشغال الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي أشرف عليها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف أرحال الوزير الأول أحمد ويحيى، وحضرها إلى جانب أعضاء من الحكومة والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ووزراء داخلية الدول العربية عربية وفود أمنية رفيعة. الأشغال ميزتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي قرأها وزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، حيث أشاد فيها السيد الرئيس بالعمل المتواصل الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل ترقية العمل العربي الأمني المشترك وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والأسلاك الأمنية العربية. السيد الرئيس دعا العلماء والمرجعيات الدينية ومراكز البحث الأكاديمي إلى تجديد الخطاب الديني وتحرير الفتوى من قبضة أشباه الفقهاء. تنعقد هذه الدورة 35 ومناطق عزيزة على من وطننا العربي ما زالت تمر بظروف بالغة الخطورة، أجل ما تزال بعض بلداننا العربية تكابد الأمرين بسبب حالة الاستقرار الأمني الذي تتسبب فيه الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات المتطرفة التي تزرع الرعب والعنف في ربوعها. أما المحيط الإقليمي لمعظم دولنا العربية فهو الآخر ما زال يشهد نشاطا مقلقا لجماعات متشددة تمارس كل أشكال الإجرام والعنف حوالينا، فالوضع هذا بكل حساسيته ودقته وتناقضاته أحيانا يستوجب منا التحلي باليقظة والارتقاء بالتعاون والتنسيق الدائم بيننا إلى أعلى الدرجات بما يتيح لنا ضمان أمننا جميعا واستقرار دولنا. إن الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني أو بنطاق جغرافي، بل هي مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهديد للمواطنين وممتلكاتهم، وما دام هناك سعي من قبل هذه المجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن شعوبنا. ولا يختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على المستوى التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني، بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ذكر بأفضال المصالحة الوطنية وأثنى على جهود الجيش الوطني الشعبي وكل المصالح الأمنية في استئصال الإرهاب بكل أشكالها، مؤكدا استعداد الجزائر الدائم لتقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. أمام كل هذه التحديات استطاعت الجزائر أن تبلغ في الميدان نجاعة في معالجة مثل هذه الظواهر، ولعل أبرزها استئصال ظاهرة الإرهاب من جذورها اعتمادا على سياسة حكيمة ووفقا لنظرة متكاملة ومقاربة شاملة تجمع بين العمل الأمني والسياسي وكذا التنموي. فبالموازاة مع عملية الاستئصال التي اطلع بها جيشنا الوطني الشعبي وكل المصالح الأمنية ضد الجماعات الإرهابية، كانت المصالحة الوطنية المرجع
الذي زكاه الشعب الجزائري وعملت السلطات على تنفيذه، وها نحن اليوم نقطف ثمارها. وهذا ليس معناه أن خطر الإرهاب قد زال، بل نحن مدركون وواعون باستمراره في التربص بأمننا واستقرارنا. وباعتبار أن الجزائر يرتبط مصيرها ارتباطا وثيقا بمصير العالم العربي، فإنها لم تبخل بتقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب. هذه التجربة التي مكنتها من أن تقطع أشواطا معتبرة في إقامة دولة الحق والقانون التي باتت الركن الركين للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقناعة منها بضرورة الاضطراد في هذا المسار في أحسن الظروف، أقرت الجزائر من منطلق تجربتها المشهود بها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف جملة من الإصلاحات في إطار رؤية استشرافية بعيدة المدى تم تكريسها ضمن أحكام الدستور المعدل في سنة 2016 كخط أصيل وثابت تتجلى أبرز معالمها في ضرورة مواصلة تعزيز دولة الحق والقانون بغية مساندة المسار الديمقراطي وتجدير الحكم الراشد. وفي السياق دائما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على جهود الجزائر في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي لمختلف أشكال الإجرام المرتبط بالشبكة الافتراضية من خلال إنشاء هياكل وأجهزة تعنى بمكافحة هذه الجرائم لمواجهة خلايا الإرهاب السبريانية التي تنشط على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن مقاربة مشتركة مبنية على الاحترام التام للقانون ولحقوق الإنسان. المتابعة لطه بليدية. وعازمون بأن تكون هذه الدورة محطة من صميم الأسلوب المباشر الصريح والتقييم الموضوعي للحال العربي المفصل للتحديات العربية، جاءت رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى المشاركين في الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب. رئيس الجمهورية أفرد جانبا مهما من رسالته إلى تجليات ظاهرة الإرهاب وتطورها وانتقالها من الشكل التقليدي إلى السيبرياني واستغلالها للدين الإسلامي في سماحته وحلمه لتنفيذ مخططاتها الإجرامية الدنيئة وترويع الآمنين وقتلهم، واعتبرها ظاهرة لا يحدها الزمن ولا النطاق الجغرافي. وبالرغم من اندحار المجموعات الإرهابية واضمحلالها في بعض البقاع من وطننا العربي، فإن الأمر يقتضي من الدول العربية العمل سويا وتنسيق جهودها ليقظة دائمة وحضور مستمر ووعي عميق بمخاطر هذه الظاهرة، يقول رئيس الجمهورية. وضمن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية ظاهرة الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية المستغلة لهشاشة أوضاع المهاجرين والمتاجرة بمأساتهم، مما يتعين يؤكد رئيس الجمهورية تكثيف الجهود المشتركة لمعالجة المعضلة ضمن مقاربة مشتركة مبنية على الاحترام التام للقانون ولحقوق الإنسان. رئيس الجمهورية لم يفوت الفرصة لينوه بالدور الهام الذي بات يطلع به مجلس وزراء الداخلية العرب وبالنتائج الجلية التي بلغها في العمل العربي المشترك. هذا واختتمت أشغال الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمصادقة على البيان الختامي للدورة، والذي أشاد بالتجربة الجزائرية كنموذج لحل الأزمات والقضاء على الإرهاب والراديكالية ومكافحة التطرف بكل أنواعه وأشكالها. كما رفع وزراء الداخلية العرب رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك.
تحيي الجزائر اليوم وعلى غرار دول العالم اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، وهذا بتنظيم العديد من النشاطات في ظل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ورقة في الذكرى مع فيروز هرنوف. وهن يحتفلن بعيدهن العالمي تستذكر سليلات لالة فاطمة سومر وحسيبة بن بوعلي البطولات والتضحيات التي قدمتها حرائر الجزائر عبر الزمن والتاريخ في سبيل الحفاظ على استقلال واستقرار الوطن إلى يومنا هذا. وفي هذا اليوم تقف المرأة الجزائرية على ما تحقق لها من مكاسب وعلى ما أدت مما عليها من واجبات ومسؤوليات، فمكتسبات المرأة في الجزائر مكرسة في دستور 2016 ارتقت بمكانتها السياسية ليتوسع حضورها إلى نحو الثلث في المجالس المنتخبة بفعل إرادة سياسية هادفة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإشراك عنصر المرأة في صنع القرار السياسي بالبلاد، مكسب تدعم بترسانة تشريعية هامة مست قانون الأسرة ومبدأ المساواة بين الجنسين دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. هذه القوانين جاءت لتحفظ كرامة المرأة وتضمن حقوقها داخل محيطها الاجتماعي. فالمرأة اليوم وعلى أساس هذه المكاسب الثمينة وبفعل إرادتها الصريحة والفعلية في رفع تحدي المثابرة بل الاجتهاد، أضحت فاعلا اقتصاديا لا يستهان به في مجال المقاولاتية والتسيير المؤسساتي. فمن بين نحو 2 مليون مرأة عاملة في الجزائر تمثل المقاولة النسوية ما يقارب 18%، حضور يسهم اليوم في تنشيط سوق الشغل بشكل لافت في مجالات عدة ويرفع من حظوظ المرأة لمشاركتها على غرار الجنس الآخر في إرساء دعائم التنمية المستديمة في البلاد. وبالمناسبة دائما نقف في النشر عند تجربة امرأة تحدت الصعاب وخاضت غمار التنقيب عن البترول في الوطن العربي، فأثبتت جدارتها وقدرتها على التحمل وتحصيل النتائج. المزيد في هذا البورتري لنسيمة كوجيل. الضجيج اللامتناهي استهواها والوسائل الضخمة استغلتها برغبة كبيرة لمعرفة ما تكتنزه الأرض. أصرت المهندسة صفية بورقعة على التنقيب والبحث الدائم والغوص والتعمق في معطيات ليس من السهل الكشف عنها، لكن الأرض لم تبخل من تقربت منها وجادت على أول امرأة على مستوى الوطن تخوض تجربة التنقيب عن البترول. 15 سنة في مجال الحفر وصيانة الآبار، التحقت بالمعهد الجزائري للبترول في 2002 وتخرجت كمهندسة مختصة في صيانة الآبار الحفر والإنتاج البترولي، وأنا الوحيدة اللي انتقلت للشركة الوطنية للأشغال في الآبار ENTP. اشتغلت بها لفترة 13 سنة، تقلدت كل مناصب من أصغر عامل في الورشة إلى المسؤول الأول على الورشة. وسائل ليست بالبسيطة تستخدم في الورشات، وعملية التنقيب وما يصاحبها من جهد عضلي وفكري لم تكن عائقا يوما أمام امرأة تملك إرادة صلبة وحسا عاليا بالمسؤولية اتجاه ثروات وطنية قد يكون الذهب الأسود أثمنها. أنا حليت المجال قدام المرأة الجزائرية في مجال النفط. أنا أمنية تاعي المرأة الجزائرية كان لها الجرأة وجاءت لمجال النفط ومجال الحفر البترولي ومجال صيانة الآبار، يعني شخصيتها قوية. يعني أنا ندعي أي مرأة يعني شخصيتها قوية وحابة ديرها ديفي البلد تاعها ونفسها بحد ذاتها أنها تجي المجال، يعني سيرتو مجال الحفر درك ومجال صيانة الآبار ما عادش كما بكري، فيه إمكانيات درك فيه تكنولوجيا عالية. المهندسة صفية بورقعة
صداها يمتد لكل امرأة في كل المجالات دون استثناء، وهي التي أينما حلت أبدعت أفادت وأنارت، فلتدم صداقتك مع الأرض الوفية. تحية تقدير لكل نساء العالم. دوليا في الشأن السوري، وبعد جلسة مغلقة له، طالب مجلس الأمن الدولي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تتجاهله الأطراف المتناحرة في الغوطة الشرقية منذ عشرة أيام. هذا فيما تحاول قافلة إنسانية ولوج الغوطة اليوم لتقديم المساعدات اللازمة للسكان العالقين هناك، بعد أن تعذر على قافلة مماثلة دخول مدينة دوما قبل ثلاثة أيام نظرا للقصف في المكثف على المنطقة. في موضوع آخر، دعا اليوم وزير الخارجية الصيني كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى التسريع بإجراء حوار مباشر وشامل، بعدما أبدت بيونغ يانغ استعدادها للحوار بخصوص ملفها النووي. فيما توجه اليوم مسؤولان كوريان جنوبيان رفيعا المستوى إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين والتباحث حول زيارتهم الأخيرة إلى بيونغ يانغ. الرياضة الآن، ولحساب مباريات الذهاب للدور السادس عشر لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، انهزم نادي مولودية الجزائر أمام نادي مونتيان أوف فاير النيجيري بنتيجة هدفين لهدف واحد. وفي ذات المنافسة انهزم ممثل الجزائر الثاني وفاق سطيف أمام أودونا ستارز الغاني بنتيجة هدف دون رد. ولحساب ذهاب الدور السادس عشر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تمكن اتحاد الجزائر من تحقيق نتيجة مرضية بفرضه التعادل خارج قواعده أمام نادي مانيما من الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين لهدفين. À la 17e minute de jeu, Walid qui ouvre la marque Ali. Et elle a joué la finale contre Tout-Puissant Mazembe, n'oubliez pas, en 2015. Alors que là, le réalisateur, merci à Robert Nzouzi, il nous permet de voir tous les billes pour le retardataire. Et oui, 2015, c'était, il faut se rafraîchir. On revoit encore au ralenti. Et là, il y a Apedi qui était distrait, qui n'a pas vu Oussama arriver. Il a surgi comme un fusée. ونختم من أوبرا الجزائر بوعلام بزاي، حيث نظم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حفلا فنيا أحياه بالي سيدي بالعباس ومجموعة من الفنانين. الحفل عرف تجسيد مختلف الطبوع الفنية الجزائرية التي تتشاركها المرأة مع الرجل. الأجواء ينقلها لنا الزميل يونس الكحلديب. لوحات فنية من طبوع الجزائر العميقة جسدها بالي سيدي بالعباس بأوبرا الجزائر. جينا اليوم نقدم لكم عروض رقصات من تراث الجزائر، منها قبائلي، منها الشاوي، منها الصف اللي هو الصف الوهراني، مجموعة من الأغاني الصحراوية، وسنزور في الصحراء إن شاء الله بعض المواويل وبعض الأغاني الصحراوية. نغمات تنوعت بين موسيقى الصف والقبائلي أبهجت الجمهور الحاضر. احنا اليوم مثلنا المرأة الجزائرية بطابعين مختلفين، اي بطابع قبائلي وطابع الصف، بمعنى ان المرأة الجزائرية موجودة في كل الطبوع. بهذه اللوحات الفولكلورية نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر. بعد قليل قراءة جديدة فيما رصد في صحف هذا الصباح، تصحبكم فيها الزميلة وزع في ضمن حصاد الصحف. أنا أعود وألقاكم في موجز أخبار التاسعة. لكم من أطيب المنادى، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.